الله يرحمه الله يرحمه الله يسكنه فزع الجنات والله يصبرنا ويصبر الفنانين ويصبر جميع الاجسام العائليه والفنيه وكل من كان قريب ليه. انا ديما نقول لكم تلقيتي الخبر؟ لا ودي شنو نقول لكم، ما تلقيتوش خبر صعيب بزاف، ولكن لا اله الا الله لا اله الا الله. مع فترة المرض وقفتي معاه شي مؤخرا؟ لا داكشي ما الله اللي وقف معاه ماشي انا ولدي، لا حنا غير سبب اللي شويه قاصحه وضعنا فيه، ولكن لله ما اعطى ولله ما اخذ، هذا الشيء اللي كاين. وشكرا لكم بزاف، شكرا لكم بزاف، الله يرحم لكم الوالدين. شفتي لا طورت هاي الله يرحمه، رأفة به الله يرحمه. كلمة كلمة مقطع صار غيكفنوه باغي يشوفوا غيكفنوه. وشكرا لكم، مازال تلقاوه في مقبرة ان شاء الله وانت خير. اش غادي نقول لك، داك الشيء ما كان عيان بزاف مسكين، كان عيان بزاف الفترة الأخيرة، ما بقاش كيدوي كاع نهائيا، ولينا غير كان يشوف فيه ونشوف فيه كنفهموا الله يرحمه. تلقيتي الخبر اليوم كان صحيح؟ حيت كانوا ديجا كيقولوا راه كل مرة كيكذبوا. لا صحيح، لا حنا كنا كذبناه في برنامج ديال التكريم ديالي في محبتي، كذبناها وجبناها، جاب ولدي عثمان مفاجأة، دخلوا البيبليك وشافوه وفرحنا كلنا، ولكن ديك الساعة كان مريض مسكين، كان مريض. نشوف اخويا ما حد.